أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة حول تعرض ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان. الناقلة الأولى تشغلها شركة شحن النرويجية فرونتلاين، وكانت تبحر من السعودية باتجاه سنغافورة، وقد أصيب خزانها المليء بالميثانول جراء الهجوم. أما الناقلة الثانية تملكها شركة يابانية، وقد تعرضت للاستهداف مرتين خلال 3 ساعات. من يقف وراء الهجوم؟ ما الهدف من استهداف الناقلات؟ وهو الهجوم الثاني بعد الفجيرة؟ وما هي الرسائل الخفية؟ كل هذه النقاط نناقشها مع ضيوفنا في هذه التغطية. ونبدأ من الاستوديو مع ضيفنا البحث العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر. سيادة العميد أهلا بك. أهلا مرحبا. قبل الدخول في تفاصيل الهجوم والطرف الذي يمكن أن يكون هو المنفذ أو المستفيد طبعا، في أي إطار يمكن وضع هذا الهجوم على ناقلتي النفط اليوم من ناحية المكان والتوقيت؟ صح، يعني بداية من ناحية المكان هو على نقطة جد حساسة، يعني صحيح أنه خارج مضيق هرمز، ولكن هو يعني إذا رأينا نقطة الاستهداف هي أقرب للسواحل الإيرانية. هذا يعطي فكرة أن المستهدف في هذا الموضوع هو تقريب الشبهات إلى مكان معين، هذه من ناحية. من ناحية أخرى حساسية الموضوع في التوقيت أنه يتزامن مع مفاوضات شبه تقريبا بدأت، أو نستطيع أن نقول أنها على الطريق لأن تبدأ بين الأمريكيين والإيرانيين بطريقة غير مباشرة عبر اليابانيين، أو إذا كانت هذه المفاوضات سوف تبقى عبر طرف آخر مثل اليابانيين نستطيع أن نقول أنها بدأت، لأنها الزيارة اليوم لرئيس الوزراء الياباني إلى إيران. ولكن أعلن أن يعني اليابان ليست وسيطا بين. صحيح، يعني هذه العبارات يعني تقال عادة في بدء المفاوضات وفي عند تقديم العروض التي لها علاقة بالتسويات المعينة، ولكن الموضوع طبعا هو جدي، وخاصة أنه يأتي بعد زيارة أيضا لمسؤول الماني، وأيضا التوقيت هو أن الوضع الآن هو لم يعد متشنجا كما في السابق، لم يعد هناك من توتر دبلوماسي كما في السابق. الضغوطات التي لها علاقة أو التهديدات التي لها علاقة بأعمال عسكرية كان عندما حدثت تفجيرات الفجيرة في الشهر الماضي، كان هناك تم إدخال يعني ل قدرات عسكرية أمريكية، حاملات طائرات نستطيع أن نقول عندها أن البي 52 كانت تم إدخال عدد كبير منها في القواعد الخليجية. اليوم الوضع تغير، يعني لم يعد هناك من كلام في الموضوع العسكري، الأمريكيين تكلموا صراحة أنهم لا يريدون أي توتر عسكري أو أي حرب، وحتى الإيرانيين يعني الموضوع بالنسبة لل الضغوط العسكرية هو ابتعد كثيرا عن الماضي. لذلك تأتي هذه العملية اليوم الغريبة والمشبوهة لكي تعطي فكرة أنه ربما هناك أطراف هي منزعجة من الوضع السياسي والدبلوماسي، منزعجة من الطريق التي وصلت إليه المفاوضات، وبالأخص يعني نحن سمعنا في اليومين الأخيرين من مسؤولين إيرانيين أنهم تخطوا موضوع التأثير من العقوبات وأنهم أصبحوا خارج هذه العقوبات وهي لم تعد تؤثر، يعني جميع المعطيات تدل أنه هناك طرف بحاجة لإعادة خلق الأمور، هذه هي النقطة التي تدفع باتجاه التحديد. طيب، ولكن من هو الطرف الذي يمكن أن يستفيد من هكذا هجوم ومن زعزعة استقرار المنطقة والمياه الإقليمية طبعا، وأيضا لديه القدرة العسكرية على تنفيذ هكذا هجوم؟ يعني إذا تكلمنا بداية من النقطة العسكرية، من النقطة العسكرية حتى الآن يعني الموضوع غير واضح أو غير أكيد بشكل كامل أن هذا توربيد، لأن التوربيد بحقيقته العسكرية هو صاروخ بحري يطلق من غواصة أو يمكن أن يطلق من الجو من طائرة أو من قاذفة استراتيجية، لا يمكن أن يطلق توربيد من يعني مركب بسيط أو حتى عن البر لا يمكن أن يطلق. لذلك غير واضح الآن أن الموضوع يتعلق بتوربيد، هذا يترك للتحقيقات الفنية والتقنية في هذا الموضوع. الاحتمال الثاني أن لا يكون توربيد، وإذا ذهبنا باتجاه أن لا يكون توربيد أن يكون عبارة عن سلاح متوسط أو نتيجة عبوة ألصقت على الناقلتين كما حدث في الفجيرة، ربما العبوة الآن هي أكبر بحجم أكبر أو بمفعول أكبر، لأننا نتكلم عن ناقلات ضخمة غير السفن التجارية التي استهدفت سابقا في الفجيرة. أيضا يعني إذا تم التصويب أو التأكيد أن هذا السلاح هو غير توربيد وهو ممكن أن يكون وصل إلى أيادي يعني ربما إرهابية، ربما أيادي تعبس أو أيادي مخابراتية
بعيدة عن أن تكون دولة أو مجموعة كبيرة رسمية وراء إطلاق هذا التوربيد، هذا أيضا يدفعنا باتجاه احتمالات عدة. يعني الموضوع أنا بتقديري ينطلق يعني بداية من نقطة الارتكاز الرئيسية التي لا علاقة بتحديد السلاح الذي تم استهداف فيه الناقلتين. طب بالحديث عن توربيد سيادة العميد، هذا النوع من الأسلحة ما هي المسافة التي يمكن أن يطلق منها؟ يعني ما هي أبعد مسافة يمكن إطلاق هناك توربيدات؟ يعني هناك نماذج عدة من التوربيدات، هناك توربيدات استراتيجية يمكن أن تتجاوز مداها آلاف الكيلومترات، وهي موجودة لدى الأمريكيين، موجودة لدى الروس، موجودة لدى الصينيين. هناك توربيدات يعني متوسطة. منطقة الخليج خاصة خليج عمان هي منطقة تقريبا محصورة، يعني هي مفتوحة على كل الاحتمالات ومفتوحة على كل الشواطئ. بما أنها خارج مضيق هرمز، وهذا الحادث الثاني خارج مضيق هرمز، يدفعنا للبحث والتحليل أن الموضوع هو عبارة عن مجموعة تحاول الابتعاد وتحاول يعني الابتعاد عن نقطة مضيق هرمز، والتي هي نقطة مضبوطة. الإيرانيين لديهم قدرة على تفتيشها أو رصدها بطريقة شبه كاملة، وحتى الأمريكيين لديهم قدرة، وخاصة في المرحلة الأخيرة. إلى أي مدى يمكن رصد هذا النوع من الأسلحة؟ هناك قدرة لرصد، يعني التوربيد إذا تكلمنا عن التوربيد، هناك قدرة كاملة لمنظومة الرصد الأمريكية، حتى منظومة الرصد المتطورة الخليجية، هناك قدرة كبيرة لرصد توربيد يطلق في هذا المكان المكشوف أو شبه المكشوف، يعني لا يمكن إخفاء التوربيد. لذلك نذهب يعني حتى الآن نعود لفكرة أن ربما هناك سلاح آخر غير التوربيد تم تهريبه أو تم إدخاله عبر عناصر ضفادع بشرية، عبر غواصة أو مركب صغير على شكل غواصة صغيرة. يعني هذا موضوع أعتقد أنه بحاجة لمعطيات أو وقائع فنية أكثر لكي يتم التأكد منه. طيب سيادة العميد، على كل حال نعود إليك بعد قليل، ولكن سنشرك معنا في هذه التغطية ضيفنا من لندن الباحث في الشؤون السياسية السيد زيد العيسى. سيد زيد، مرحبا وأهلا بك. مرحبا وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. أهلا بك. هذا الهجوم على ناقلتي النفط اليوم، في أي إطار تضعه من ناحية التوقيت والمكان؟ طبعا بالتزامن مع كل هذه التطورات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما على صعيد الملف النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية على إيران. في الحقيقة هناك مسعى واضح ومكشوف في هذه المرحلة، وهي مسعى نسف أي عملية لخفض التوتر ونزع فتيل الأزمة ومنعها من الاتجاه في إلى اتجاه الحرب. أنا في رأيي هذه ليست عملية نسف ناقلتين، وإنما هي عملية نسف مبرمجة ومحضرة لعملية التبريد وتخفيف التوتر، وخصوصا بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الياباني الذي جاء محملا برسائل، وجاء محملا كذلك بمباركة ترامب وعلاقته الشخصية بترامب واستضافته لترامب في أمريكا والمكالمة التي أجراها قبل مجيئه، أي أنه يريد أن يبحث في نزع هذا الفتيل. ومن يريد التأجيج والتصعيد هو صاحب المصلحة الأساسية، أي من يدفع الفاتورة المالية لهذا التصعيد ويشعر بأن هناك نافذة زمنية تغلق بالنسبة له من ناحية استثمارها في الحرب. وهنا أقصد أنها كذلك جاءت على خلفية العملية التي استهدفت مطار أبها البارحة من قبل الحوثيين أنصار الله، الذين أعلنوا عنها بملء الفم وقالوا مطار مقابل مطار، وتقف السعودية عاجزة عن وقف هذه الهجمات. برأيي الواضح أن المستفيد الأول والدافع باتجاه الحرب هو السعودية، وخاصة محمد بن سلمان الذي عقد بسبب المزاعم بالاعتداء وتوجيه التهمة لإيران ثلاث قمم، واستضاف قمة عربية وإسلامية وكذلك قمة خليجية بدعوى أن السعودية تتعرض لاعتداء وتتعرض لهجوم باستخدام حجة الاعتداء على النقلات قرب الفجيرة. ورأينا بولتن يدعم هذا التوجه، وهناك جزء من الإدارة الأمريكية قوده بولتن وبومبيو، ولا ننسى أن بومبيو وضع 12 شرط مقابل الحوار مع إيران، وبولتن هو الذي قال بأن هناك تهديد ولم يحدد نوع التهديد متصاعد من قبل إيران، وبموجب هذا التهديد أرسل حاملة الطائرات والقاذفات كلها إلى منطقة الخليج، مع مصلحة ترامبية واضحة وتأييد ترامبي في ذلك الوقت. ولكن ترامب يريد التصعيد وأقصى درجات الضغط، ولكنه يعتقد إلى وصول إلى نقطة
الحرب سوف تكون مضرة بالنسبة له، وخصوصا أنه كان في حملته الانتخابية مع سحب القوات ومع إنهاء الحروب، ولكنه مع الاستثمار المالي. ويجب أن لا ننسى قبل كل هذه الأزمة بعد 10 تصريحات من ترامب كانت كلها تدفع بأنها تشدد بأن على السعودية يجب عليها أن تدفع مقابل الحماية، وأنا لا أقول فقط مقابل الحماية ولكنها تدفع مع تسليم كامل قرارها السيادي واستقلالها وكذلك نفطها إلى ترامب مقابل إيصال محمد بن سلمان إلى ولاية عهد ضمن الاتفاق بين ترامب ومحمد بن سلمان، وهذا الانقلاب المتدحرج الذي يحدث بتأييد كامل من كوشنر وترامب ضد محمد بن نايف وضد الأسرة الحاكمة في السعودية. سيد زيد عذرني على المقاطعة، حضرتك تقول أن السعودية هي المستفيد من هذا الهجوم، ولكن السعودية هي التي نفذت برأيك؟ أنا في رأيي هناك تنسيق مباشر بين الجناح المتشدد الذي يريده ترامب أن يكون متشددا خاطر حتى يظهر أنه هو العقلاني، ويريد أن بولتون وبومبيا أن يقودوا هذا التوجه بالتنسيق الكامل مع محمد بن سلمان. أنا في رأيي أن التمويل منذ أن قال ترامب أن عليكم أن تدفعوا مقابل هذه الحماية لأننا ندفع عسكريا، وكانت هذه قبل اشتعال الأزمة، أن أمريكا تخسر عسكريا نتيجة هذه الحماية، ولولا وجودنا في المنطقة حمايتنا لما كانت السعودية أصلا لها وجود، ولا ما بقي سلمان ومحمد بن سلمان في الحكم لمدة أسبوعين، والنفقات العسكرية تزيد على ما تدفعونه في الصفقات العسكرية. رأينا مجرد هذا الإعلان يتبعه تصريح بولتون أن هناك تهديد عسكري متزايد، ورأينا النفي يأتي من نائب القوات التي ما يسمى بالحرب أو الحرب ضد داعش، يصرح من الأمريكا ومن البنتاغون بأنه لا يوجد هناك تهديد عسكري متزايد من قبل إيران أو حلفاء لا في العراق ولا في سوريا. كان هذا التصريح مدويا، ورأينا كل هذا يستثمر في القمة التي كذلك القمم الثلاثة التي استبقتها كذلك مسألة العملية العسكرية التي نفذها الحوثيين وأعلنوا عنها، أي أنهم لا يخفون عندما يقوم بالعملية ضد مضخات النفط في داخل السعودية. ما يراه محمد بن سلمان أن كل هذه الفاتورة التي تزداد وتتصاعد مع حمايته كذلك من الكونغرس الأمريكي وزيادة الضغوط الكونغرس الأمريكي الذي لا يريد مشاركة أصلا أمريكية في الحرب في اليمن وصوت ضدها، واضطر ترامب لاستخدام الفيتو، كذلك اضطر ترامب للحماية محمد بن سلمان من إجماع غير مسبوق في داخل الكونغرس الأمريكي بأنه هو من أمر بتنفيذ مسألة قتل خاشقجي. هذه الفاتورة يجب أن يكون مقابلها هو عملية عسكرية، ويرى أن الفترة أن الوقت ليس في صالح ترامب، خصوصا أنه يتعرض لضغوطات من قبل الديمقراطيين، يتعرض لضغوطات من قبل تحقيق مولر، ويتعرض لضغوطات من قبل فتح ملف الخلع في داخل أمريكا. نعم. والملف الأكثر ضغوطا هي مسألة الانتخابات الأمريكية، حيث أن نزل له في ساحة بايدن المدعوم ديمقراطيا ويعتبره الخطر الأكبر، فهناك نافذة زمنية تغلق ولا يريدون أي مفاوضات أن تنجح، خصوصا أن هناك اندفاع من ناحية المفاوضات. رأينا هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا يذهب إلى إيران، يتبعه رئيس وزراء اليابان، هناك تصريحات من الدول الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا أن لا زالت متمسكة بالاتفاق النووي ولا تريد نسفه، ولكن هناك مسعى حثيث بأننا دفعنا كل هذه الأموال، الفاتورة تزداد، هناك حالة اقتصادية متأزمة في داخل السعودية، هناك مطالبات من قبل الأسرة الحاكمة بأن هذه الحرب التي ادخلنا فيها في اليمن، وهذا تصريح من أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان الذي قال من لندن بأننا ضد هذه الحرب ونريد إيقافها، والمسؤول عن هذه الحرب هو سلمان ومحمد بن سلمان، بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية التي تعاني بها وعدم قدرتها على دفع الرشوة المعتادة للشعب السعودي لأسكاتهم في هذه المسألة. هناك مصلحة أساسية وأكيدة من قبل محمد بن سلمان، ومصلحة من قبل الجناح التشدد الذي يقوده بولتون وبومبيو لدفع ترامب باتجاه ضربات عسكرية، ولكن ترامب يعرف أن هذه لن تكون النزهة، وأن الحرب سوف تكون طويلة الأمد. نعم. وأنها سوف تسقط كل ما يدعي به بأنه أنتج للاقتصاد الأمريكي، وأن استمرار هذه الحرب لفترة معناه في تهديد مباشر لمسألة الولاية الثانية، بالإضافة إلى نظرنا إلى منطقة الخليج الآن، هناك كان بعد فشل القمة
القمم الثلاث كانت هناك مرحلة من التهدئة ومرحلة من التفاوض. هذه المرحلة لم تعجب السعودية، لأن مع استمرار الضربات من قبل الحوثيين وعملية أبها كانت واضحة ودليل على أن هذا الاستهداف للمطارات سوف يستمر مع عجز وضعف من قبل السعودية التي استثمرت البلايين في هذه الصفقات. ودعني أشير إلى نقطة واحدة مهمة، أن ترامب استثمر هذا التأجيج بالقول أن هناك حالة طوارئ وأنه يحتاج إلى دفع إلى تمرير صفقة بقيمة 8 بلايين دولار مع معارضة شديدة من قبل الكونغرس الأمريكي بجناحي الديمقراطيين وكذلك الجمهوريين، بأن هذه الصفقة تتم بالالتفاف على الكونغرس، أي أن ترامب يقبض الفاتورة ويزيد سعر هذه الفاتورة، والثمن بلايين الإضافية جاءت على عقب توقيع اتفاق ب 450 بليون دولار، والسعودية لا ترى ثمنا ولا ترى أن هناك تنفيذ لأجندتها، فهي لا تقبل بالعقوبات، وهذه السياسة معروفة منذ أيام سعود الفيصل. العقوبات هي مسألة حل طويل الأمد، وما يحتاجونه في الخليج الآن مع وجود ترامب وهذا الاستثمار الهائل وهذا التمويل الهائل وتسليم الاستقلال وتسليم السيادة، نريد جهد عسكري، نريد ضربات عسكرية، لا تكفي العقوبات. نعم. هذه طويلة الأمد ولن تجدي نفعا، بل إنهم يريدون ضربات عسكرية، ورأينا قبل القمة الإسلامية والعربية والخليجية يسبقها تصريح جون بولتون بأن إيران هي المسؤولة عن هذه الهجمات في الفجيرة، بينما التقرير الذي جاء أخيرا حتى من الإمارات ونشر في الأمم أن تقول أن هناك فاعل دولي، أي أن فاعل الدولي الآن يريد يستثمر في هذه الظروف، لا يريد أن يكون هناك حل دبلوماسي، لا مع وجود اصطفاف عالمي يرى بأن المسؤول عن هذه التصعيد والتوتر هو أمريكا بالحرب الاقتصادية. نعم. طيب. التي توازي الحرب العسكرية ولا تختلف عن الحرب العسكرية، خصوصا أنه مزق اتفاق دولي لا زالت الدول الخمسة التي تفاوضت منها روسيا ومنها الصين. نعم. ومنها بريطانيا كلها تقف مع هذا الاتفاق. سيد زيد لو سمحت فلنستمع إلى وجهة النظر العسكرية مع سيادة العميد شارل أبي نادر في الاستوديو. سيد شارل، استمعت إلى ما قاله السيد زيد عيسى، تحدث عن أن المستفيد الأول من هذه الهجمات هي السعودية، وربما المنفذ يعني هو أو التنفيذ يأتي بالتنسيق مع حلفاء إقليميين. برأيك من يستطيع تنفيذ هذه الهجمات؟ هل يمكن للسعودية ربما لديها القدرة العسكرية على تنفيذ هكذا هجوم وهكذا هجمات؟ إلى أي مدى يمكن أن يعني تصل إلى مدى أن تشهد المنطقة حربا ما؟ صحيح، يعني من الناحية العسكرية هناك قدرة، هناك قدرة للسعودية، هناك قدرة لأي دولة أخرى، ليس يعني أن يكون السلاح هو موجود مع الذي نفذ، ربما تم استلامه من قوى غربية، من قوى سلاح متطور، سلاح بعيد عن أن يكون توربيد وبعيد عن أن يكون عبوة ناسفة. يعني إذا كان هناك من مخطط دولي للدفع باتجاه هذا الموضوع، إذا اعتبرنا أن الأمريكيين أو الإنجليز أو مجموعة غربية معينة، ربما السلاح يحضر ويسلم بمجموعة معينة اتخذت القرار أو لها مصلحة كما قلنا السعودية. الإسرائيليين غير بعيدين أيضا عن المصلحة وغير بعيدين عن القدرة على التنفيذ، يعني العدو الإسرائيلي يملك قدرات متطورة في البحار وتحت البحار، في الغواصات الحديثة والمتطورة، ولديه إمكانية يعني أن يصل إلى خليج عمان، هو مفتوح على بحر العرب، هو مفتوح على المحيط الهادي، هو مفتوح على البحر الأحمر، يعني التحرك تحت البحار هو تحرك سهل، يعني لا يمكن، وخصوصا لقدرات مثل هذه القدرات. هذه إمكانية موجودة. الآن النقطة التي تستدعي التوقف عندها، يعني في مقارنة لحرب النقلات التي حدثت أثناء الحرب العراقية الإيرانية، كنا نلاحظ أن لاحظنا أن هناك صدر بين العام تقريبا بعد بداية الحرب، يعني انطلاقا من العام 81 وحتى العام 84، أكثر من 3 أو 4 قرارات للأمم المتحدة لمجلس الأمن، أكثرها تتعلق بموضوع حماية الملاحة الدولية. هم صوبوا على الحرب العراقية الإيرانية حينها، ولكن كانت هذه القرارات تشدد على الابتعاد عن ترك الملاحة البحرية العالمية حرة، الابتعاد عن الاعتداء على الناقلات البحرية. المجتمع الدولي بشكل عام والغربي خاصة هو يعتبر أن هذه المنطقة هي منطقة دولية تجاريا، وأيضا الآن نلاحظ أنها دولية شبه دولية من الناحية العسكرية، هناك قواعد لكافة الدول في هذه المنطقة. الاحتمال الذي أضعه في هذه النقطة أنه من نفذ أو من خطط لهذا الموضوع، هل يذهب باتجاه فرض منطقة دولية آمنة في المنطقة الخليج الآن،
ويكون يبغي من وراء هذه المنطقة الآمنة أو المنطقة المحظورة والتي سوف تجبر جميع المنتقلين تجاريا أو غير تجاريا في هذه المنطقة على التفتيش انطلاقا من قرار الأمم المتحدة بحماية هذه المنطقة على أساس أن وجب الآن حمايتها لأنها منطقة دولية، هل يذهبون بهذا الاتجاه ويكونون يصوبون على الضغط على إيران لمحاولة محاصرة انطلاقتها العسكرية في المنطقة الخليجية، ربما يقصدون باتجاه المناطق اليمنية، ربما يقصدون باتجاه مناطق أخرى؟ نعم. السؤال يدفعنا للتوجه بهذه النقطة، خاصة أن هناك سوابق كما قلنا في تركيز المجتمع الدولي على هذه المنطقة. طيب سيد زيد، استمعت إلى ما قاله سيادة العميد شارل أبي نادر عن احتمال أن تكون إسرائيل هي المنفذ وهي المستفيد الأول طبعا من هذه الهجمات، برأيك يعني كيف يمكن لإسرائيل أن تستفيد من هكذا هجمات؟ ودائما يتم استبعاد فرضية أن تكون إسرائيل هي المنفذ هكذا هجوم، برأيك هل إسرائيل تستفيد من هكذا هجوم وكيف يمكن التأثير أو الضغط على إيران؟ في الحقيقة المستفيد من هذا الهجوم هي عدة دول، وقد أنا شرحت أن الممول الأساسي الذي يشعر بالتعب من التمويل دون وجود إنجازات على الأرض ودون استثمارات ويحس بالضغط الداخلي نتيجة لأنه طرح نفسه بأنه الأكثر حزما والأكثر قوة وسياسة خارجية تعتمد على التدخلات المباشرة، أي التدخل في سوريا والعراق والتدخل في اليمن والبحرين والآن انتقال التدخل إلى السودان والجزائر هي السعودية، بالإضافة إلى طبعا أن هناك استثمار ومستفيدين من هذه الحرب، طبعا الذين وقفوا ضد الاتفاق النووي وهم معروفون ومن ضمنهم ما تفضل به ضيفكم الكريم، لا يريدون الاتفاق النووي لأن الاتفاق النووي هو حيد مسألة أن الخطر الأساسي في العالم والتهديد الأساسي يأتي من البرنامج النووي الإيراني، وفتح الأبواب على مصراعيها بالنسبة للمخاطر الأخرى في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وعدم وجود اتفاق سلام هذه كلها مضرة بعد أن كانوا يختبؤون كلهم ويحتملون بالاتفاق النووي الإيراني، وكذلك فتح الباب على مسألة الإرهاب الذي كان مخفيا والذي كان دعمه المالي ودعمه التسليحي وأرسال المفخخين والمفجرين ومصدر الأيديولوجية الوهابية السلفية ومقرها الأساسي في السعودية، هذه كانت كلها محرجة للرؤساء الأمريكان المتعاقبين، كانوا كلهم يخفونها، ولكن مع مجيء ترامب ووصوله السلطة الذي وضع أساس لاستراتيجيته بناها في الحملة الانتخابية على أساس هذا الهوس ورفض للوصول إلى اتفاق أي نوع من الاتفاقات مع إيران وخاصة الاتفاق النووي من هذه الدول وعلى رأسها السعودية الممول، حتى أوباما اجتمع معهم وقال لهم أن التهديد ليس تهديد خارجي، لا يوجد تهديد خارجي ضد السعودية ولكن التهديد هو داخلي نتيجة لسياسة القمع والكبت والتنكيل ومنع الحريات ومنع أي حرية وحتى حرية التفكير في السعودية، ورأينا ما حصل لخاشقجي الذي هو معارض من داخل الأسرة الحاكمة، أي أنه داعم للأسرة ولم يقل أصلا أنه معارض، وقتل ذبحا واختفيت جثته في إسطنبول، فرأينا المستفيدين من عودة مسألة الخطر النووي الإيراني لا يريدون هذا الاتفاق ويعتاشون ويستثمرون في نسفه وعدم الوصول إلى اتفاق وفتح كل الملفات الأخرى، مع أنهم يعرفون أن الاتفاق النووي كان فقط يركز على جانب السلاح على جانب البرنامج النووي بحيث أنهم لم يتأكد لهم حتى وجود سلاح، وهذا ما تنفيه لجنة الطاقة الذرية التي لا زالت إلى الآن تقول أن إيران ملتزمة، والذي فضح ترامب أكثر هي جينا هاسبل التي عينها لرئيس السي آي عندما قالت إيران لا زالت ملتزمة بالاتفاق مع خروج أمريكا من الاتفاق، وكذلك دان كوتس رئيس رئيس كل الأجهزة الأمنية الداخلية الذي قال لا توجد هناك نشاطات إيرانية تدل على أنها تحظى لسلاح نووي، أي أن الذين ضروا من هذا الاتفاق النووي هم الذين رفضوه من البداية ويستمرون في رفضه مع صرف بلايين الدولار لنسف هذا الاتفاق، وفقط ترامب جاء إلى السلطة كرجل تاجر وسمسار ودلال ونظر أن هناك مصلحة مالية في نسف هذا الاتفاق وأن هناك هوس في المنطقة وجنون تقوده السعودية بأن هذا الاتفاق يجب أن لا يستمر حتى لا تتسلط الأضواء على مسألة الإرهاب ومن يمول في سوريا ومن نشر المفخخين ومن يفجر في العراق، من مول القاعدة، من مول داعش، من مول جبهة النصرة، من الذي سلحهم، من أين جاءت هذه الأيديولوجية،
وجود استفادة هائلة من وجود خطر يروج له بأن هناك خطر لوجود لأن البرنامج النووي الإيراني يتحول إلى تسليح، مع رأينا اليوم التأكيدات في الاجتماع مع شينسو آبي الذي جاء وتزامن هذه الأحداث معه، حتى يقال أن أي مسعى للتفاوض مع إيران هو مسعى غير مجدي وأنها تعتمد فقط السلاح، وهذه الأسطوانة المشروخة التي روج لها وهي أسطوانة محمد بن سلمان والجبير بأنها هناك نزعة ثورية ولا توجد دولة، وانتقلت هذه نفسها المقولة إلى بومبيو وإلى بولتون الذين يرددونها، وهذا هو الجناح المتشدد في سلطة ترامب الذي يروج لمسعى الحرب وضد نزع فتيل الأجمة، لأنه من ناحية ترامب يريد يوقف فقط عند المصلحة المالية، يريد أن يحلب البقرة الحلوب واستمرار هذا الحرب مع وجود حاجة عسكرية، والقول له دائما أنكم تحتاجوننا وبدوننا سوف يكون زوالكم، وعدم قدرة، وكذلك لا يريد ترامب إيقاف الحرب اليمنية، وعدم كذلك إرادة محمد بن سلمان من وقف الحرب اليمنية التي يعارضها الداخل السعودي بسبب اقتصادي، وتعارض كذلك الأسرة الحاكمة التي تعرضت للتهميش والإقصاء، فهناك حرب استنزاف في داخل الأسرة الحاكمة التي ترى أن محمد بن سلمان سيطر على كل مراكز النفوذ ومراكز السلطة، وفيه ضرب لأساس نظرية الحكم وقاعدة الحكم التي تبنى على أساس المشاركة، ورأينا الاستبعاد لميغرين وبعده محمد بن نايف وبعده باللقاء مع كوشنر واعتراف ستيفن بانن أن الذي تدخل بدعوة من محمد بن سلمان ضد محمد بن نايف هو محمد بن سلمان الذي دعا ترامب، ومن ثم دعا كوشنر إلى اللقاء الذي أدى إلى اعتقالات في الريتس لبقية الأمراء ونسف أي مسألة نفوذ أو منازعة. فعلا هناك مصلحة في المنطقة، المصلحة الأساسية تقتضي لترامب الاستمرار في جلب الأموال مع عدم الذهاب إلى حرب شاملة، وهناك يرى أن هذه المصلحة هي مصلحة ترامبية، وأنه ترامب لا ينفذ الجزء الخاص به من الاتفاق وهي الذهاب إلى ضربات مباشرة حتى لو كانت محدودة، وذلك رد على ما يحصل في داخل السعودية، لأن من يقول أنا قوي ويضرب كل يوم في مطاراته يحس بالحاجة إلى ضربة مواجهة، وهو لا يستطيع القيام بذلك مع كل البلايين من التسليح، فيلجأ إلى أمريكا والقول لها نريد أن تكون هناك ضربات عقابية تقوم بها، فنحن ندفع الأموال مقابل هذه الضربات. طيب سيد زيد لو سمحت ابقى معنا، نعود من جديد إلى سيد شارل أبي نادر الباحث العسكري. سيد شارل، منذ قليل كنا نرى هذه الصور الأولية لناقلتي النفط والنيران كيف تتصاعد، هل يمكن لهكذا مشاهد أن تعطينا معلومات أو أن تحدد لنا كيفية الهجوم أو شكل الهجوم؟ يعني مبدئيا عندما نتكلم عن استهداف ناقلة نفط، حكما مهما كان السلاح المستهدف تقريبا، يعني إذا كان سلاح خفيف أو متوسط أو حتى إذا تكلمنا عن توربيد كبير الحجم، النتيجة هي سوف يكون هناك اشتعال للنار. يعني هذا الموضوع لا نتكلم عن استهداف لمنشأة برية يمكن أن حجم التدمير يعطيك فكرة عن حجم السلاح التي تم استهدافه، ولكن عندما كما قلنا يتعلق الموضوع بحريق، الحريق ممكن أن يتسبب من يعني سلاح، لا يمكن الاعتماد على لا يمكن الاعتماد، لأن الحريق يمكن أن يتسبب من سلاح صغير أو سلاح متوسط أو سلاح كبير. هذا الذي يعني دفعني للقول أنه حتى الآن أنا بتقديري لا يمكن أجزم أن هذا الموضوع يتعلق بتوربيد، خصوصا أن هناك إحدى البواخر وذكرت يعني القناة في أحد التقارير أن هناك الطواقم أفادوا أنهم تعرضوا أكثر من مرة للاستهداف. لا يجوز أن يكون هناك، إذا كان هذا صحيحا، لا يمكن أن يكون هذا التعرض أكثر من مرة بتوربيد كبير أو بتوربيد يطلق من غواصة أو يطلق من طائرة. يعني هذه نقطة تستدعي القول أن ربما هناك، يعني نعود للفكرة الرئيسية، ربما هناك عمل بعيد عن التوربيد، عمل من مجموعات فردية أو مجموعات منظمة ولكن بعيدة عن أن تكون دولة أو أن يكون جيش أو وحدة عسكرية. هذا هو الموضوع يعني الذي نستطيع أن نعطي فكرة عنه من هذا الاستهداف وطريقة الاشتعال النيران. طيب بالعودة إلى ما حدث الشهر الماضي، أيضا كان هناك هجوم على 4 ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة. الملاحظ أن في ذلك الهجوم ايضا لا شيء مؤكدا حول كيفيه الهجوم والطرف الذي نفذ، مجرد اتهامات، واليوم ايضا يعني لا معلومات اكيده عن كيفيه الهجوم والطرف المنفذ، وربما لن تعرف هذه الجهات. الا يثير الشكوك هذا الامر؟ صحيح، خاصه ان التفجير السابق في الفجيره او العمليات التي استهدفت 4 سفن
ردة الفعل المباشرة إعلاميا كانت ودبلوماسيا أن إيران، ولاحقا تم الحديث، يعني تكلم يعني مستشار الأمن القومي أن إيران أصبحت، ولكن في إحدى يعني كلمات قال ربما أو أعتقد يعني أو من المحتمل، يعني بقي في موضوع الشك، ويعني ابتعد هذا الموضوع عن طرح مستندات أو طرح إثباتات معينة، وبقي الموضوع في المرة السابقة وهو اتهام سياسي إعلامي فقط، لم يصدر أي شرح لعناصر معينة تثبت هذا الموضوع. واليوم أعتقد يعني من المبكر الآن التكلم عن هذه الحادثة اليوم كما الحادثة السابقة، لأننا نتكلم عن يعني وقت قصير، ولكن أعتقد يعني أن تجهيل الفاعل وإبقائه غامضا هو الذي يذهب باتجاه الفكرة الرئيسية أن هناك مستفيدين من هذه الحادثة لإبقاء التوتر، لمعاودة الضغط والسير باتجاه ربما عمليات عسكرية واسعة، ربما كما قلنا يعني تضييق الحصار أكثر لكي يعني يستهدف ليس فقط يعني الوحدات العسكرية الإيرانية التي هي كما يبدو لها باع طويل في الخليج، وهذا أعتقد أنه الذي يؤثر على كم أكثر من مرة تم هناك يعني تحرش أو اشتباك، ليس اشتباك بالنار ولكن اشتباك بالانتقال وبالمواقع بين البحرية الأمريكية وبين البحرية الإيرانية على حدود المياه الإقليمية الإيرانية. يعني إيران لها تواجد قوي في هذه النقطة الحساسة والاستراتيجية. هل الموضوع يستهدف يعني التضييق على هذا التواجد من خلال فرض منطقة تفتيش أمنية دولية؟ هذا السؤال الذي أعتقد أنه ربما يذهب بهذا الاتجاه. طيب سيد زيد، برأيك هل سنشهد في الساعات القليلة المقبلة أو غدا ربما أو بعد غد بيانات رسمية من قبل بعض الأطراف تتهم إيران بالتحديد كما حصل سابقا، وإلى أي مدى هكذا هجوم أو هكذا هجوم يعني بكل حيثياته هل يخدم إيران أم العكس؟ في الحقيقة أنا في رأيي أنه لن نجد بيانات تتهم إيران مباشرة بذلك غير الاتهامات من نفس الشخصيات، أي ربما نجد بولتون يعيد التأكيد، ربما نجد بومبيو، ومع أن بومبيو أكثر دقة من بولتون في هذه المسألة خصوصا أنه وزير الخارجية، ممكن نسمع تصريحات من المتحدثة باسم البيت الأبيض في هذا الاتجاه، ولكن أنا في رأيي أن ما دام ترامب نسق مع رئيس الوزراء الياباني بالذهاب إلى هناك وهو يثق في رئيس الوزراء الياباني ويعتبره صديقه وذهب هناك، كانت آخر اتصال هو مكالمة هاتفية قبل الزيارة، أنا لا أرى أنه سوف تكون هناك تهمة مباشرة إلا من بعض المحرضين أو المنسقين لهذا العمل ويريدون نتيجة سريعة منه. بالفعل الدول الأوروبية سوف تكون بياناتها مجرد التنويه والإشارة إلى خطورة المسألة وخطورة التصعيد في هذه المنطقة الحساسة، ويدعون إلى أقصى درجات ضبط النفس، وكان هذا هو تصريح مورغانيني رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما زارها بومبيو وأراد الاستفادة بعد حادثة، أعيد وأكرر، بعد حادثة الفجيرة وأربع ناقلات ذهب لها وقدم لها أن هذا هو ما حصل بعد أن كان هناك وجهة برفض من جيريمي هانت في المرة الأولى عندما قال له نريدكم أن تشاركون في أقصى درجات الضغط على إيران، وكان موقف الاتحاد الأوروبي أننا نطلب منكم أقصى درجات ضبط النفس، كان رد مورغانيني والاتحاد الأوروبي بصورة واضحة على أمريكا. فلا أعتقد الاتحاد الأوروبي أن هذا دليلا على تورط إيران، بل بالعكس هذا سوف يفتح كل الأبواب وسوف يشكك في من ذهب وسارع في المرة الأولى بالقول أن إيران مستفيدة. إيران تريد تهدأ، هي التي طرحت اتفاقية عدم عدوان، هي التي طرحت مبدأ التفاوض والحوار مع دول الخليج، ورأينا هناك انشقاق في دول الخليج بين دول فعلا دائما لمسألة الحوار، ورأينا كذلك تصريحات من في القمة العربية واضحة من برهم صالح رئيس العراقي يقول لم نكتب هذا البيان. وأيضا اليوم سيد زيد الحكومة الإيرانية أيضا أعلنت عن استعدادها للتعاون لضمان أمن واستقرار المنطقة خاصة في المياه الإقليمية، وذلك بعد هجوم اليوم على ناقلتي النفط. صحيح، بالعكس هناك حاجة أكبر إلى مثل هذه الحوار والوصول إلى اتفاق لعدم الاعتداء، لكن من الذي لا يريد ويصر أنه لا يريد مثل هذا الاتفاق ولا يريد مثل هذا الحوار ويذهب باتجاه الحرب ويمول هذه الحرب ويدق طبول الحرب دائما ومستمر في هذا النحو ورفض أي مسعى؟ بالعكس اتهام للدول التي أرادت الحوار، ورأينا قطر تخرج بعد العراق بعد القمة رئيس وزراء يقول أن هذا البيان مكتوب ولم يكن يتم التفاهم عليه. ولا تستطيع دولة تعلن حرب في الخليج وتقسم مجلس التعاون الخليجي إلى قسمين وتحاصر بلد آخر عربي ومسلم كذلك ومن دول الخليج وتفرض عليه كل هذا الحصار وتمنع
وتمنع التعامل معه، أن تقول بأنها تريد أن تحفظ الوحدة الإسلامية وتستغل وجود القمم في مكة بدعوى إعطاء هذا الغطاء الإسلامي بأنها تدافع عن الإسلام. ورأينا أكثر حلفاء عبد الفتاح السيسي وكذلك ملك الأردن ابتعدوا عن توجيه التهمة إلى إيران في داخل خطاباتهم، وأرادوا أن يفتحوا الموضوع أكثر إلى ما يحصل في القدس وكذلك مشاكل الأمة الإسلامية والأمة العربية في ليبيا واليمن، مع إصرار السعودية على أن تكون القمة الثلاث قمم التي دفعت ثمنها وهي مدفوعة الثمن تركز على موضوع واحد، وهو أن الخطر الأساسي الذي يواجه الأمتين العربية والإسلامية والخليج كله حصره في مسألة أن إيران و تحويل المسألة إلى تقديم أدلة، أي استخدام ما حصل للبوارج الأربع. وهنا يظهر كذلك من هو المستفيد الأساسي من هذه العملية، بالإضافة إلى مصلحة ترامبية، ولكنها تنحصر في مسألة مالية، أي أنه مستفيد من البناء على هذا الهوس والخوف المفتعل كذلك، وتوجيه كل التهم لإيران. فترامب كرجل مال يعرف أن المسألة المالية بإعطاء أكثر مصداقية لهذا النوع من الهلع والخوف والفزع، بحيث أنه يستطيع أن يستثمره أكثر ماليا في داخل صفقات مشبوهة كذلك أشار إليها في الكونغرس الأمريكي آدم شيف المسؤول عن اللجنة الاستخباراتية في مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيين، وبالإضافة إلى تصاعد الهجمة ضد ترامب. بس تصريح واحد من مولر قال لو كنا نعرف أو واثقين بأنه لم ترتكب جريمة من قبل ترامب لقلنا ذلك بملء الفم، وهم لم يقولوا ذلك. سيد عيسى، ولا سيما أن نتحدث هنا أيضا عن الخاسر الأكبر من هكذا هجمات، وكيف يمكن أن تؤثر هكذا هجمات. أيضا نشير إلى أن أسعار النفط العالمية كانت ارتفعت 4% فورا بعد ورود تقارير عن حدوث هجوم على ناقلتي نفط. هذا أيضا مؤشر يمكن أن يدلنا ربما عن المستفيد الأكبر من هذا الهجوم، أليس كذلك؟ طبعا هذه إشارات بأنه المستفيد الأكبر الآن ماليا هو المصدر الأكبر. من الذي يصدر أكثر تصدير؟ من الذي اتصل به ترامب بكل وضوح وأعلن على تويتر في سابقة أنه يتصل بتويتر ويقول للشعب الأمريكي أنا اتصلت بالملك سلمان وقلت له زيادة الضخ بنسبة 1,000,000 برميل يوميا هذه لا تكفي لسد الفراغ أو لسد ما اتفقنا عليه، أننا نقوم بحرمان إيران من الشريان الأساسي وإعلان الحرب الاقتصادية عليها وتصفير الناتج وتصفير التصدير الإيراني من النفط، ولكن عليكم أن تنفذ جزءكم من هذه المبادرة وهي إغراق السوق، ونريد منكم بالضبط. وهو يحدد، ولهذا قلت في البداية أن مسألة الاستقلال ومسألة السيادة ومسألة السيطرة على الثروات النفطية ومسألة تنفيذ سياسة أوبك كلها فقدت من قبل السعودية، أي أن ترامب هو الآمر الناهي وهو الذي يقبض الملايين وهو المستفيد الأول من مسألة التمويل، والآن سوف تصب هذه كذلك في مصلحة السعودية. أي نفقة زائدة سوف تحول إلى استثمار مع دعم لترامب وتمويل صفقات أسلحة التي وقف ترامب مع محمد بن سلمان وقال عليكم أن تدفعوا جزء من ثروتكم، فأنتم بلد غني وتدفعوها عبر صفقات التسليح وعبر دعم الاقتصاد الأمريكي والبنية التحتية في داخل أمريكا. فهذه ركيزة أساسية سوف يستخدمها ترامب في الانتخابات القادمة، وهو يعول عليها مثل ما أسلفت مع تزايد التحدي خصوصا من بروز بايدن الذي يخشى منه، وهو الآن يعيش حالة الهوس بأن مساعدي كلهم يقولون له لا تذكر اسم بايدن فأنت تفيده وتظهر أنك على فزع وخوف منه، أي أن هناك مصلحة ترامبية صحيح أن ضده مسألة زيادة أسعار النفط، ولكن هذه سوف تكون زيادة مؤقتة، أي أنه يعرف أن على السعودية أن تعمل مع الإمارات لإعادة التوازن إلى هذا السوق النفطي. هذا جزء من الاتفاق والصفقة الكبرى التي أبرمت بين محمد بن سلمان وترامب وكوشنر، على أنه دائما يتبجح ويقول أن السعودية من ركائز الاستقرار، بينما ثبت وهذا ما قاله كذلك وزير خارجية ألمانيا السابق زيغمار جيبرل عندما قال أن مغامرات السعودية هي التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، وما قاله كذلك ماكرون عندما صرح مباشرة وقال نحن الذين أنقذنا المنطقة من هول حرب مباشرة، عندما احتجز رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في داخل السعودية وقال ماكرون نحن الذين قمنا بمساعينا لإخراجه من داخل السعودية، ورأينا كذلك الضغط المباشر الذي يعيشه محمد بن سلمان بحيث أن الدول الغربية لم تعد تستقبله
كاستقبال الملوك والفاتحين نتيجة لمسألة خاشقجي، وهو يعيش بهذا الضغط ويعيش تحت هذه الأزمة. طيب أعود من جديد إلى سيادة العميد شارل أبي نادر. إيران مستعدة، قالت أنها للتعاون لضمان أمن واستقرار المنطقة. أيضا كان سابقا وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبدى استعداده لإبرام أو تحدث عن اتفاقية ربما لعدم الاعتداء. كلها تصريحات إيرانية إيجابية، لكن في المقابل لماذا لا نرى من الأطراف الأخرى ربما هكذا بيانات أو مساعي للتهدئة؟ يعني طبعا الجو الإيراني كان دائما هو باتجاه التهدئة. إيران هي من مصلحتها أن يكون هناك سلوك لمعادلة معينة لها علاقة بالأمن الخليج، لأن هذا الموضوع يخفف التوتر. ولكن يعني كما يقول الأستاذ الضيف الكريم الأستاذ زيد، الجو الأمريكي بشكل عام هو بحاجة لإبقاء التوتر، حتى إذا اعتبرنا أن مسار التفاوض المرتقب والذي هو إذا كان مباشر بين الإيرانيين والأمريكيين، وإذا كان غير مباشر هذا سوف يأخذ وقتا، يعني لن يكون بسحر ساحر أو لن تكون نتيجته بطيئة. نحن شاهدنا أن التحضير السابق ومفاوضات الاتفاق النووي أخذت وقتا طويلا، يعني نعم. إذا اعتبرنا أن هذا الوقت لن يتجاوز 3 سنوات ربما أقل، هذه في إذا كان هذا الموضوع بعيد عن أي توتر داخلي في منطقة الخليج، هذا سوف يهدئ الجو العام. لن يكون هناك إمكانية لشراء أسلحة من الدول الخليجية، هذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة، وهذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك هم بحاجة لخلق جو متوتر يعني يكون بالتوازي أو بالتواكب مع موضوع التفاوض، وهذا الجو المتوتر هو الذي يدفعهم لتوقيع عقود. نتكلم عن عقود، يعني بالأمس صاروخ كروز لوحده أنا أعتقد أنه سوف يستدعي الذهاب باتجاه عقود ضخمة بالمليارات الدولارات، لأن مواجهة هذا الأنواع من الصواريخ المتطورة هذا لا يمكن مواجهته بالمنظومات العادية الباتريوت العادية. ربما نذهب باتجاه منظومات أكثر تطورا، طبعا هي أكثر كلفة ونتكلم عن مبالغ أكبر. هذا من ضمن الفكرة الرئيسية التجارية والفكرة التي لها علاقة بإبقاء الجو المتوتر في المنطقة. وهذا الموضوع الذي يعني هل الخليجيين الدول الخليجية هي بعيدة عن فهمه أو عن استدراكه، أم أنها هي مرغمة لا تستطيع أن تأخذ قرار في هذا الموضوع؟ أعتقد أن يعني أنها مرغمة في هذه النقطة، وهي لا يمكن يعني إلا أن تجاري أو أن تكون من ضمن توجهات الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد زيد، يعني حسب متابعتك للشؤون البريطانية وأيضا الأوروبية بشكل عام وتواجدك دائما في لندن، كيف تتعاطى هذه الأوساط البريطانية والأوروبية أيضا التي كانت دائما تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي وتدافع عنه طبعا مع إيران، كيف تفسر تكرار هكذا هجمات واستهداف ناقلات نفط في المياه الإقليمية؟ صحيح، هي تنظر إلى المسألة بقلق كبير، لأن الإمدادات النفطية مهمة وحيوية بالنسبة لها، وكذلك سعر النفط مهم بالنسبة لها، وكذلك بالنسبة لها مسألة الاستقرار في هذه المنطقة مهمة، وهي ترى أن الفوضوية والتخبط والمصالح المادية والمالية السريعة التي أراد تحقيقها ترامب من مسألة تمزيق الاتفاق النووي، خصوصا بعدم وجود ما يسمى بحلباء، وهذا ما قال له ماكرون، دعونا نحافظ على الاتفاق ونبني عليه باتفاقات أخرى. الاتفاقات الأخرى تخص المواضيع الأخرى مثل الصواريخ وغيرها التي ينادي بها، ولكن من غير المعقول، وهذا هو التوجه الأوروبي الألماني كذلك، أنه من غير المعقول أن تمزق اتفاقا ومن ثم تذهب إلى إيران وتقول لها أنا مزقت هذا الاتفاق لا أعترف به، دعونا نبحث في اتفاق جديد. فهنا أنت تفقد المصداقية كاملة، ولا يستطيع أحد أن يصدقك ويخاف من الرئيس الأمريكي القادم، أي أنها تتحول إلى جمهورية ليس أمريكا ولا جمهورية الموز، أي التي لا يحافظ فيها على أي رئيس على الاتفاقات السابقة. فمن ناحية منظور أوروبا يجب الحفاظ على هذا الاتفاق، ولكن عندهم مشكلة أخرى. مشكلة الأخرى هم لا يريدون أن يتصدوا لأمريكا ويقفوا ضدها من الناحية الاقتصادية، وهذا ما فهمته إيران وفهمته كذلك السياسة الإيرانية، أنكم لا تستطيعون، لا تقولوا لنا نحن مع الاتفاق ومجرد كلام، وحتى الآلية التي صنعتموها أنتم وقلتم سوف نستثمرها ونستخدمها وذلك لتجاوز العقوبات الأمريكية، لأن العقوبات الأمريكية ليست عقوبات دولية، هي عقوبات عادية تعتمد على سياسة البلطجة وسياسة
سياسة الغاب لم تفعلوها وأصبحتم جزءا من المشكلة، بحيث أنكم فرحين بهذا الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي يضع حصار على إيران ويشدد العقوبات التي حرب اقتصادية تضاهي الحرب العسكرية، وأنتم لا تساعدون وتقولوا على إيران استمروا في هذا الاتفاق النووي وسوف ندعمكم، أي نقف معكم سياسيا طالما استمريتوا في هذا الاتفاق. فهنا بحسب وجهة نظر إيران أنتم تكونون جزء من المشكلة، ولهذا إيران أصدرت تهديدها في خلال شهرين وهو ضمن الاتفاق النووي الذي نص كذلك على أن تخلى طرف عنه وعاد العقوبات، فمن حق الطرف الآخر أن يتخذ إجراءات، والإجراءات بزيادة نسبة زيادة تخصيب اليورانيوم هذه تدخل ضمن إطار هذه الصفقة. لكن دعني أشير إلى نقطة مهمة كثير من المحللين لم يتطرق إليها، وهي مسألة أن ترامب مزق الاتفاق على عجال، مزق الاتفاق النووي وأراد أن يثبت أنه يستطيع أن يحرز أو يأتي باتفاق أكثر نجاحا منه من ناحية الذهاب إلى كوريا الشمالية. ولكن رئيس كوريا الشمالية فهم اللعبة وأدرك أن ترامب الذي لا يفهم أو لا يفقه في السياسة وهو جاهل فيها لم يستخدم الملف النووي الإيراني كنقطة قوة وارتكاز يذهب للتفاوض مع كوريا الشمالية ويحقق نصر خاص به باسمه باسم ترامب يضاهي نصر أوباما في الاتفاق، ولكنه ذهب من منطلق الضعف، أي أنه وضع كل أوراقه في سلة رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي فهم اللعبة وأدرك أن ترامب في موقف ضعيف ويريد يثبت أن طريقته في التفاوض هي أنجح من أوباما، ولهذا يستطيع أن يضغط عليه ويستطيع أن يقلب الطاولة عليه بعد الاستفادة من الظهور السياسي وكذلك الظهور الإعلامي مع ترامب وإرجاع الشرعية وإرجاع كذلك المصداقية لنظامه بأنه يتم التعامل معه كرئيس دولة في العالم. وهنا ترامب خسر الخسارة الكبرى بأن الرئيس الكوري الشمالي أدرك أنه في موقع قوة فقلب الطاولة على ترامب، والآن ترامب نجده في أحوج حالاته، هو ضعيف جدا يريد أن يحقق أي نصر سياسي على الساحة الدولية ويرى أنه ممكن أن يستفيد من هذا الضغط الاقتصادي على إيران، بينما إيران تدرك اللعبة بأنه هو الذي في حاجة أكبر منها إلى تحقيق مثل هذه النصر على الساحة الدولية واستخدامه لإبراز تفوقه وقدرته الدولية التي تضاهي كل الرؤساء الأمريكان، وهو يعيش عقدة الرؤساء السابقين ودائما يريد يثبت أنهم هو أحسن منهم وأكفأ من أي رئيس أمريكي مضى. طيب سيادة العميد، هذا هو الهجوم الثاني بعد الهجوم الأول الشهر الماضي، هل برأيك ستتكرر هذه الهجمات؟ وهل يمكن اتخاذ أو ستتخذ ربما إجراءات عسكرية في المياه الإقليمية لمنع تكرار هكذا هجمات؟ هل هذا ممكن؟ صح، يعني هذا ممكن، قد يكون هذا من ضمن الأهداف التي يخطط لها المنفذون أو الذين يعني عملوا على هذه التفجيرات. كما قلنا يعني نعود لفكرة يعني المعادلة الدولية أو المشروع الدولي في منطقة الخليج الأكثر تشددا أو الأكثر تضييقا على طبعا المستهدف هو إيران. ربما يكون هناك هدف لربط هذا الموضوع بالتضييق أيضا على هناك ما زالت يعني النفط الإيراني يصدر إلى اليابان، واليابانيين أصلا يعني صرحوا أنهم لن يتوقفوا عن يعني استيراد النفط الإيراني، وحتى الصينيين، وهناك أيضا معطيات أن هناك يعني تهريب للنفط تحت أعلام دولية بعيدة عن إيران أو عن دول أخرى ماليزية أو غير ماليزية. يعني هذه الفكرة التي لم يستطع الأمريكيون تنفيذها والضغط عليها مباشرة، ربما الفكرة العسكرية أو الفكرة الأمنية الدولية التي تتعلق بالتضييق على منطقة الخليج بهدف طبعا هي أمن الخليج، سوف يكون هذا الموضوع عنوان تحت عنوان أمن الخليج، ولكن الهدف المخفي غير الظاهر سوف يكون التضييق على النفط الإيراني الذي ما زال يخرج والذين لم يمتنعوا الدول الكبرى عن استيراده. طيب سؤال أخير للسيد زيد العيسى ضيفنا من لندن، لو سمحت سيد زيد في دقيقة، لم يتبقى لنا الوقت، همنا الوقت طبعا، برأيك الأمور تتجه إلى التهدئة أكثر أم إلى التصعيد؟ سنشهد مزيدا من الهجمات على ناقلات النفط، ما السيناريو المحتمل في المرحلة المقبلة؟ أنا في رأيي أن المستفيد والذي يعتقد أن النافذة الزمنية تنفذ وأنه يريد أن يرى نتائج لاستثماراته وتمويله لأمريكا سوف لن يسكت، فأنه لن يكتفي فقط بمثل هذه الضربات التي من الإمكانية أن تتصاعد أو تشمل استفزازات أخرى أكبر من هذه حتى تدفع ترامب عنوة وتجره جرا إلى مسألة المواجهة مع محاولة ربط المصالح الأمريكية، خصوصا أنه صرح أنه إذا تم اعتداء على
المصالح الأمريكية، فإنه في هذه الحالة سوف يتدخل، فربما الاعتداء القادم يكون مباشر على قوات أمريكية مستخدما الأراضي ممكن العراقية. وقد كانت هناك محاولات دائما مع التغلغل السعودي الواضح في الأراضي العراقية وزيادة النفوذ هناك الذي نراه، ممكن أن يكون هناك استفزاز من هذا النوع على قوات أمريكية أو على حاملة على ناقلات أمريكية في منطقة الخليج، خصوصا أن وزير النفط السابق السعودي وزير النفط السعودي خالد الفالح قال في المرة السابقة أن ناقلة النفط كانت تحمل نفطا متوجها إلى أمريكا، أي أنها كانت طريقة مباشرة للاستثمار ما صرح به جون بولتون أو بومبيو بأننا إذا استهدفنا أو مصالحنا تضررت فأنا سوف نرد. شكرا جزيلا لك سيد زيد العيسى البحث في الشؤون السياسية، كنت معنا من لندن على هذه المشاركة في هذه التغطية الخاصة. أيضا نشكر ضيفنا في الاستوديو العميد شارل أبي نادر البحث العسكري، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه التغطية، طبعا هذا الموضوع سنتابعه في النشرات اللاحقة بالإضافة إلى أخبار أخرى. شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.